ينعقد الاجتماع السنوي لوزارتي الأوقاف والإرشاد اليمنية ووزارة الحج السعودية لمناقشة ترتيبات وتسهيل مناسك الحج للحجاج اليمنيين للموسم الحالي. جهد جبارة تبذلها قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة السعودية لتسهيل وترتيب أعمال موسم الحج القادم لحجاج بلادنا. وفد وزاري برئاسة معالي الوزير الدكتور أحمد عطية يصل إلى مدينة جدة تلبية للدعوة المقدمة لهم من وزارة الحج والعمرة السعودية ممثلة بمعالي الوزير محمد صالح بنتن لحضور اللقاء السنوي الذي يضم الوزارتين. تأتي أهمية هذا اللقاء لترتيب أعمال موسم الحج القادم 1439 هجرية، حيث وأن كثيرا من الأعمال ستطرح للنقاش بما يسهم في تسهيل وترتيب وعون الحجاج اليمنيين. وأكد معالي الوزير أن زيارة الحصة العددية لليمن ستطرح في طاولة النقاش، بالإضافة إلى توسعة المخيمات للحجاج اليمنيين وتعدد منافذ السفر للحجاج برا وجوا ووضع الحجاج اليمنيين الموجودين في الأراضي السعودية. اللقاء سنويا يعقد بين الوزارتين من أجل الترتيب المبكر لموسم حج 1439 هجرية، وتحدد موعد اللقاء يوم الخميس 22 من جماد الأولى 1439 هجرية، وسيطرح في هذا اللقاء كثير من الأمور المتعلقة بتسهيل وترتيب وضع الحجيج اليمني وتلافي ما يمكن تلافيه من الأخطاء التي قد حصلت في المواسم الماضية. وسيطرح أيضا على طاولة النقاش ما يتعلق بموضوع زيادة الحصة المتعلقة باليمن، لا سيما مع زيادة عدد السكان اليمني. وسيطرح أيضا ما يتعلق بموضوع توسعة المخيمات للحجاج اليمنيين. وسيطرح أيضا على طاولة النقاش مع وزارة الحج والعمرة السعودية ما يتعلق بموضوع الترتيب لتعدد المنافذ لحجاج الجو وحجاج البر. أيضا سيطرح ما يتعلق بموضوع وضع الحجاج اليمنيين النازحين الذين في داخل المملكة العربية السعودية وغيرها من النقاط والمسائل التي ستطرح على طاولة النقاش. قيادة الوزارة تقول أنها على أمل في أن تكون نتائج اللقاء المقرر انعقاده يوم الخميس القادم مثمرة وبما يسهم في خدمة الحجاج اليمنيين. وقد وجه معالي الوزير الشكر لفخامة الرئيس المشير عبد رب منصور هادي على الرعاية والدعم الكبير للوزارة عامة ولحجاج اليمني خاصة، كما وجه الشكر أيضا إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزارة الحج والعمرة السعودية ممثلة بوزيرها محمد صالح بنتن على ما يقدموه من تسهيلات كبيرة وخدمة لكل حجاج العالم، متمنيا لهذا اللقاء أن يكلل بالنجاح لما فيه الخير لحجاج بلادنا. حمد رضوان، قناة عدن الفضائية.